إذا ما الذي يمنع؟ إذا كانت أي جهة من الجهات هي ما الذي يمنع؟ لا مش اللي يمنع، يعني يمنع ماذا؟ من أنه صياغة عقد وطني لكل المحتجين والثوار باختلاف مذاهبهم والانصهار تحت العلم العراقي. هسه الانصهار ما ادري، بس الـ 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 هاي العمليه تدري التوافقات هي مو عمليه بسيطه يعني. نعم اكو احنا متفقين على العناوين، بس عندما تم النقاش تبرز كثير من القضايا التفصيليه، ترتيب الاولويات، ترتيب الشعارات، وهذه تصير بها حوارات. وانا اعتقد متفائل بانه الحوارات اللي تتم بدرجه عاليه المسؤوليه ويصير لها توافقات، واكو رغبه بالتوافقات مع التيار الصدري. هاي العمليه متى تتم بالصوره المنظمه؟ يعني اولا قلت لك اكو فجوه من عدم ثقه اللي يفرضها تملا هذه، يعني ها تملا بالاساس مسؤوليه التيار الصدري، ان يعني عيد الثقه، حط عد قوى عانت بالسابق وتخشى تكرار الحاله. اثنين انه لازم يصير يعني اشكال حواريه. انا ما شايف انه التيار الصدري يعني بقياداتك رسميا هو متوجه لفتح قنوات حوار ومناقشه، يعني اذا تصير يعني تعامل يعني من بعد ومواقف تعلم من طرف واحد. لذلك الاليه من حيث المبدا لو تنطلق، يعني انا اعتقد ممكن ان تجد طريقه، ولكن لا توفر الرغبه بين القوى الاحتجاج. اكو هيك اليه واكو هيك عمليه جاريه، وهي لا تزال لم تصل الى نهاياتها، ولكن قطعت الشوط. وانا طيب. وانا اعتقد في 21 هذا اليوم اكو انجاز تحقق مع الصدريين. انا اعتقد لحد الان احنا موقفهم مواضح بالنسبه لنا.